أختي تقول بأن سنة الظهر القبلية تصلى 4 ركعات بتسليمة واحدة، وأنا طول عمري أصلي مثنى مثنى. لا تفزعي يا أختي، القضايا أنا أقول من خلال هذا المنبر وأبلغها إلى الدنيا بأكملها، لا تفزعوا من تعدد الرأي في مسائل الاجتهاد. هذا هو الشأن في مسائل الاجتهاد. من ظهر له رجحان أحد القولين لم ينكر، لا ينكر عليه، لكن لا ينبغي أن ينكر هو على من ظهر له رجحان القول الآخر. مسألة محل اجتهاد. والإمام أحمد عندما سئل في هذا فقال أحب أن يصليها مثنى مثنى، وإن صلاها 4 بتسليمة واحدة فلا حرج، لأن في الباب آثارا ونصوصا تدل على ذلك. لكن غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة النهار مثنى مثنى. فكلا الرأيين صحيح، ولا تثريب على من قال به ولا على من مال إليه، إنما التثريب أن تنكر على المخالف أو أن تفزعي وتتخيلي أن صلاتك الماضية كانت باطلة كلها. هذا ليس بصحيح. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم تقول وما هو رأي الإجماع في ذلك؟ ليس هناك إجماع في ذلك. هذه قضية اجتهادية للاجتهاد فيها مساغ وللنظر فيها مجال. يا رعاك الله.